لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة مراسل غد محمد الحمراوي. إذا محمد، ما هي أهم التفاصيل التي وردت في اجتماع داغلو بالرئيس عبد الفتاح السيسي؟ نعم وائل، يعني هذا اللقاء جرى فيه التجديد على التأكيد المصري من الموقف الخاص بالسودان ودعم خيارات الشعب السوداني وتطلعاته بعد الثورة السودانية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على دعم الأشقاء في السودان، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية بين البلدين مثل خط الربط الكهربائي بين البلدين، وكذلك دعم السودان في المرحلة الانتقالية بعد التوصل للاتفاق الأخير مع قوى الحرية والتغيير. وأيضا جرى التأكيد على ما يتعلق باستمرار عزم مصر على استكمال المشروعات التي جرى الاتفاق عليها مؤخرا بين القاهرة والخرطوم، خاصة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. هذا اللقاء الذي جرى أو جاء استكمالا للقاءات سابقة، كان آخرها اللقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الانتقالي الفريق البرهان، وجرى فيه التأكيد على دعم مصر لخيارات الشعب السوداني وتطلعه وتطلعات الشعب السوداني خلال الفترة المقبلة. وبالتالي هذا اللقاء جاء يعني استكمالا للخطوات التي تقوم بها مصر متابعة للشأن السوداني وخيارات الشعب السوداني دون السماح بتدخلات خارجية في شؤون السودان. وبالتالي هناك تنسيق جرى خلال الفترة الماضية يجري العمل عليه خلال الفترة المقبلة بين البلدين، ولهذا جاءت زيارة نائب رئيس المجلس الانتقالي داغلو إلى القاهرة للتنسيق فيما بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالمرحلة الانتقالية. أيضا داغلو وهذه الزيارة تأتي له غداتة، يعني زيارة كانت لجنوب السودان واتفاق يتعلق بالسلام بين البلدين ووقف العمليات المسلحة والعمليات التي تقوم بها العناصر المسلحة من جنوب السودان. وبالتالي كان هناك أيضا إطلاع للجانب المصري على تفاصيل هذا الاتفاق الشامل للسودان بين الخرطوم وبين جوبا. هناك أيضا وائل، يعني بالنظر إلى التحركات أو الخطوات الموجودة في القاهرة، هناك اليوم لقاء يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملك الأردن الملك عبد الله الثاني الذي يزور القاهرة للتباحث والنقاش فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. نعم. شكرا جزيلا لك محمد الحمراوي مراسل الغد، كنت معنا من القاهرة على كل هذه المعلومات.